جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة المصري اليوم المصرية التي نطالع منها: أوكرانيا مصادرة خوادم شركة برمجيات يشتبه في نشرها فيروسا على نطاق عالمي. أعلن مسؤول في الشرطة الأوكرانية أن قوات الأمن صادرت خوادم شركة برمجيات محاسبة يشتبه في أنها نشرت فيروسا أصاب أنظمة أجهزة الحاسب الآلي في شركات كبرى في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي. إلى صحيفة الإمارات اليوم مشاهدينا التي اخترنا منها لكم: أودي تكشف عن الجيل الرابع من سياراتها الفارهة A8. جاء في تفاصيل الخبر: نشرت أودي الألمانية صورا تشويقية للجيل الرابع من سياراتها الفارهة A8 قبيل الكشف عنها رسميا في 11 من الشهر الجاري في مدينة برشلونة الإسبانية. ولا تخفي الصورة التشويقية الكثير من ملامح الجيل الأحدث لA8 التي يعود ظهورها الأول إلى عام 1994. صحيفة النهار اللبنانية مشاهدينا عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: مركبة فضائية إلى عطارد، الرحلة تستغرق 7 سنوات. كشفت وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء اليابانية عن مركبة غير مأهولة ستنطلق السنة المقبلة في رحلة تستغرق 7 سنوات إلى كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية وأقربها إلى الشمس وأكثرها غموضاً. من صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدينا: فيسبوك وتويتر وسناب شات تسعى للحصول على حق بث مباريات كأس العالم. كشف تقرير حديث أن فيسبوك وتويتر وسناب شات تسعى للحصول على حقوق بث لقطات للفيديو من مباريات كأس العالم في العام المقبل من روسيا، وتأتي هذه الخطوة ضمن اهتمام وسائل الإعلام الاجتماعية بمحتوى الفيديو. ختاما مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية: واحذر تشغيل مكيف السيارة على أعلى مستوياته. حذر المجلس الألماني للسلامة المرورية من تشغيل مكيف السيارة على أعلى مستوياته في الأيام الشديدة الحرارة خلال فصل الصيف، كما حذر خبراء المجلس من توجيه فتحات التهوية إلى الجسم بشكل مباشر.